تفضل استريح، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس حكومة مملكة اسبانيا بيدرو سانشيز، دولة رئيس حكومة مملكة بلجيكا الكسندر دي كرو، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم في زيارتكما إلى مصر. سعيد جدا بوجودكم، أقدر جدا هذه الزيارة، دولة رئيس الوزراء بيدرو ودولة رئيس الوزراء الكسندر، برحب بكم أهلا وسهلا. أشكركم أيضا على حضوركم، وأشكركم على مواقفكم الحقيقة اللي بسجل بتقدير واحترام اتجاه التطورات اللي بتحدث في قطاع غزة. تناولت مباحثاتنا خلال هذا اليوم الحقيقة مرحلتين. المرحلة الأولى بتتعلق بالتطورات اللي بتتم خلال هذه الفترة في القطاع من مواجهات عسكرية موجودة، والنتائج اللي بتتم على الأرض فيها، والإجراءات اللي احنا محتاجين نتحرك فيها بفعالية أكتر. واحنا هنا بنتكلم على احنا النهاردة بنتكلم على هدنة يعني مؤقتة لمدة 4 5 أيام، ونتمنى أنها تزيد من خلال تسليم مزيد من الرهائن والأسرى اللي موجودين لدى حماس، وأيضاً إدخال المزيد من المساعدات. وهنا أنا بتكلم على أن احنا محتاجين ندخل مساعدات أو إدخال مساعدات لإعاشة 2.3 مليون إنسان. 2.3 مليون إنسان محتاجين كل شيء، من المية للأغذية للمواد الطبية لكل شيء، عشان تقدر نتيجة الحصار المفروض منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. احنا بنتكلم على ناس بتعاني في القطاع من عدم وجود مياه الشرب صالحة، مفيش أغذية، مفيش مواد طبية، وطبعا تحت القصف اللي أفرز سقوط حتى الآن ما يقرب من 15,000، 15,000 من المدنيين، منهم أكثر من 5,500 من الأطفال، وأكثر من 2,000 من السيدات. إحنا بنتكلم على 60-70% من الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء، وده أمر لابد من وضعه في الاعتبار. إذن إحنا محتاجين خلال اللي إحنا في حديثنا مع دولة رئيس وزراء بلجيكا ودولة رئيس وزراء أسبانيا على أهمية إن المجتمع الدولي يقوم بتقديم مساعدات تكفي إعاشة المدنيين أو المواطنين اللي موجودين اللي بيعانوا من القطاع. دي نقطة. النقطة الثانية، تكلمنا أيضا على أهمية إن يبقى في مناطق آمنة، والمناطق الآمنة اللي بنتكلم عليها مش في جنوب القطاع، إحنا بنتكلم على مناطق آمنة موجودة في وسط القطاع وشمال القطاع وجنوب القطاع، تسمح بتواجد الناس التي فقدت منازلها. واحنا هنا بنتكلم على تدمير مش اقل من 40-50 ألف منزل تدميرا كاملا، واكثر من 70,000-100,000 منزل تضرروا بشكل او باخر. وبالتالي احنا بنتكلم على مناطق امنه تسمح باعاشه وتواجد هذه المواطنين. الهدف من كده ايه؟ ده كلامنا اللي احنا تحدثنا فيه، ان احنا نساعد القطاع على ان فكره تهجير الفلسطينيين مش بالتصريحات، لان اللي بيتم دلوقتي هو عمليا يجعل البيئه، بيئه الحياه في القطاع مستحيله، وبالتالي ده دفع او تهجير قسري بشكل او باخر الى خارج قطاع غزه. وانا اكدت وفي توافق الحقيقه، سواء كان في حديثي مع الرئيس بايدن في هذا الامر، ان انا قلت له ان هذا الامر خطير، وهو اكد لي ان هو لن يسمح ايضا بتهجير قسري خارج القطاع. وهنا ايضا هذا الامر تم تجديده مع اصدقائنا المسؤولين، رئيس دوله اسبانيا ورئيس دوله بلجيكا، على اهميه عدم التهجير القسري الى خارج القطاع. وانا من جانبي في مصر، انا اكدت ده امبارح وبقوله النهارده، ان احنا في مصر لن نسمح بذلك. احنا استقبلنا 9 ملايين، وده امر كان نتيجه ظروف مختلفه عن الظروف اللي موجوده في قطاع غزه. اللي استقبلناهم عندهم مشاكل في بلادهم، مشاكل أمنية زي سوريا، ليبيا، اليمن، العراق، السودان،
لكن بلادهم موجودة ما حدش هياخدها، لكن القطاع حاجة أمر مختلف خالص، وبالتالي ده أمر إحنا قلنا إن ده بالنسبة لنا أمر لن نسمح به ولن نقبله، أولا للتهجير القسري أو لتصفية القضية الفلسطينية، وده في توافق دولي وتواجد تفاهم حقيقي من الأصدقاء تجاه هذا الموضوع المهم أيضا. إذن المرحلة الآنية أو المرحلة العاجلة اللي إحنا بنتكلم فيها هي مرحلة احتواء التصعيد اللي موجود ومحاولة تهيئة بيئة مناسبة وتوفير مساعدات. وأنا بقول مرة تانية مصر بكل تواضع قدمت حتى الآن ما يقرب من 70-75% من المساعدات التي قدمت إلى القطاع رغم ظروفنا الاقتصادية، لكن هنا بنتكلم على أن المجتمع الدولي خلال هذه المرحلة مهم جدا أن يدخل مساعدات تكفي لإعاشة 2.3 مليون. معبر رفح لم يغلق ولن يغلق عشان نسمح بدخول المساعدات وخروج أيضا الرهائن والأسرى وأيضا الجنسيات اللي احنا خلال الفترة اللي فاتت عملنا على أنها تخرج من كل الدول الصديقة أو كل الدول اللي كان لها رعاية مزدوجة جنسية أو رعاية داخل القطاع. احنا بنتكلم على أكثر من 30 دولة، ومن جانبنا احنا ما عطلناش أبدا خروج الرعاية ديت لأن كان الأمر مرتبط بموافقة الجانب الإسرائيلي على خروج هذه الرعاية والقوائم اللي بتصدق عليها بهذا الإطار. ده الجزء الأولاني اللي احنا كلمنا فيه. كلمنا أيضا على مرحلة ما بعد الحرب وأهمية أن أنا بقى مش هقول إحياء مسار حل الدولتين، لا، إحياء المسار ده فكرة على مدى 30 سنة استنفذت ولم تحقق الكثير. احنا كمان عايزين نكون واقعيين وموضوعيين في الحل لهذه القضية التي تتسبب في ألم. احنا النهاردة بنتكلم على 5 جولات صراع تمت خلال 17-20 سنة اللي فاتوا، سقط فيهم من الإسرائيليين من الفلسطينيين ما يقرب من 27,000 مدني أغلبهم من النساء والأطفال. 27,000 مدني سقطوا خلال 5 جولات صراع. أرجو أن احنا ما يعني لا نغفل ذلك، وأن أسبابه هو أن الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان دايما ما بيصلش إلى تحقيق المأمول بأن يبقى في دولة فلسطينية على حدود 4 من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية. وقلنا أن احنا مستعدين يبقى هذه الدولة منزوعة السلاح، وأيضا في ضمانات بقوات سواء هذه القوات من الناتو أو قوات من الأمم المتحدة أو قوات عربية أمريكية زي ما أنتوا عايزين حتى يبقى نحقق الأمن لكلا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية. هنا بنتكلم على أن إحياء المسار قد لا يكون هو الأمر المطلوب بعد اللي احنا شفناه نتائج تعثر هذا المسار على مدى 30 سنة بيقول لنا أن احنا لابد أن نتحرك بشكل مختلف عما كنا عليه، وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب المجتمع الدولي وإدخالها الأمم المتحدة. أنا أتصور أن احنا لو تحركنا بهذا الأمر هنبقى ده بيعكس مسؤولية حقيقية وجدية حقيقية من جانب المجتمع الدولي والمهتمين بتحقيق السلام في منطقتنا اللي كل 4-5 سنين نتعرض لمسألة زي اللي احنا بنتعرض لها دي وينتج عنها ضحايا. ثم نتكلم عن إحياء المسار وإن يبقى في حل للدولتين، ثم مع الوقت تتآكل الفكرة قدام التفاصيل المختلفة لهذا الأمر. مرة تانية أنا بشكر دولة رئيس الوزراء سنجيد، شكرا جزيلا على وجودك معنا في مصر، شكرا جزيلا على موقفكم الإيجابية وتفهمكم لما يحدث في المنطقة، وأيضا بشكر دولة رئيس الوزراء ألكسندر على وجودكم في مصر. أهلا بكم، سعداء بصداقتكم وسعداء بشراكتكم، واسمحوا لي أن أنا أعطي الفرصة لدولة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. تفضل. Good morning.
صباح الخير. أود أن أشكر الرئيس السيسي لاستقطاع جزء من وقته لاستقبالي واستقبال رئيس الوزراء ألكسندر دكرو، خاصة يوم الجمعة. شكرا جزيلا فخامة الرئيس السيسي. بالأمس كنا في فلسطين، في الواقع إن الهجمات المروعة التي ارتكبتها حماس يوم 7 أكتوبر هي شاهد على عدم إنسانيتها، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نغفل الضحايا المدنيين في غزة بمن فيهم آلاف من النساء والأطفال. كذلك لدينا أكثر من 2 مليون شخص في غزة يواجهون ويلات الحرب. وبحضوري إلى مصر والحدود مع غزة، من الواضح أننا لابد وأن ننهي هذه الكارثة الإنسانية. المساعدات الإنسانية لابد وأن تدخل إلى غزة بقدر كاف وبشكل منتظم. وكذلك في ظل كذلك فإن الوقف أو الهدنة الإنسانية يجب أن تستمر، وطلبنا من السلطات أن تتفاوض أو تتبادل وجهات النظر بشأن هذا الأمر بصراحة. وأننا نأمل أن الهدنة الإنسانية وأن الرئيس السيسي كان وراء هذا وأنه يصل في النهاية إلى وقف إطلاق النار. أود أن أشكر مصر على الدور الأساسي الذي تقوم به في ظل الحرب المستمرة في غزة. دوركم كان دورا محوريا لتوصيل المساعدات خاصة للفلسطينيين الذين هم أيضا كانوا بحاجة إلى المعدات الطبية وإجلاء المدنيين من الجنسيات المختلفة. هناك صراع مستمر على الحدود، وهذا كان جزء من الحوار فيما يخص أمن المنطقة. وأود أن أعرب التزام دولتي إسبانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي بأكمله الذي يساند دور مصر، أننا ندعم السلطات المصرية في استجابتها للأزمة الحالية، وخاصة توفير المساعدات الطبية. حوالي 4 أطنان من المساعدات سيتم تسليمها إلى المستشفيات هنا في مصر لتوفير المساعدات الطبية للمرضى القادمين من غزة. كذلك آلية حماية المدنيين في الاتحاد الأوروبي هي مثال آخر حول كيفية عمل الاتحاد الأوروبي مع شركائه. بعيدا عن الاستجابة لهذه الأزمة الكارثية في الاتحاد الأوروبي، ملتزم بمساندة مصر ووضع آلية لهذا. الرسالة الثانية أننا يجب أن نبدأ اليوم في التنفيذ النهائي حل الدولتين كما ذكر فخامة الرئيس. اليوم غير ذي قبل أننا بحاجة إلى منظور جاد لتحقيق السلام، وأي حل لابد أن يكون حلا شاملا. فإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي استمر لأكثر لما يقرب من قرن هو مهمة يجب أن نطلع بها. المجتمع الدولي عليه أن يقوم بدور بناء وفعال، ومن المهم بالنسبة لنا أن نأتي ونتقابل مع سيادتك فخامة الرئيس. فقد اقترحنا عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن. الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي قد صدقت على هذه الفكرة أيضا، وأتمنى أن الأوروبيين والعرب والغرب يجتمعون لوضع حد لهذه الدائرة اللامتناهية من الصراع. وأنني أشكر مصر على دعمها لهذه العملية. شكرا سيدي الرئيس. دعني أبدأ بتقدم بالشكر الشخصي لسيادتكم لمساندتكم الشخصية في إجلاء ما يقرب من 100 مواطن بلجيكي من غزة بالأمس. مصر وسيادتك قد لعبتم دورا محوريا للغاية في هذا الصدد، ومن المهم توفير سلامة وأمان الأشخاص على مدى
مدار أكثر من 6 أسابيع كنتم مساندون لهذا الأمر، وأننا نقدر المساعدة التي قدمتوها لنا، وهذه هي أحد أهداف زيارتي لكم ولدوركم المساعد. على مدار الأسابيع الماضية كنا نتحدث عن وقف لإطلاق النار، اليوم قد تحقق هذا أخيرا، فنجعل هذا ينفذ اليوم وعلى مدار الأيام القادمة. ما يقرب من 13 من الرهائن سيطلق سراحهم اليوم، هذه أخبار سارة، ولكننا بحاجة إلى إطلاق سراح المزيد من المزيد. أن وقف إطلاق النار المؤقت أمر مستحسن، ولكن وقف إطلاق نار دائم هو الهدف النهائي. ولكن هذه خطوة أولية، أننا اليوم سوف نتوجه إلى معبر رفح، والمزيد من هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة الإنسانية، ولابد أن يكون هناك المزيد من الدخول للمواد المنقذة للحياة أو الإمدادات المنقذة للحياة. نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم لغزة، وهذا يحدث كذلك من نقاط دخول أخرى ليس فقط في الجنوب ولكن في الشمال، مما يعني أن الأراضي الإسرائيلية يجب أن تفتح معابر أخرى ولا يقتصر المعبر على الأراضي المصرية. اليوم لدينا معبر واحد وهذا ليس كافيا، فإسرائيل ينبغي عليها أن تفتح معابر أخرى لإدخال المساعدات، لأن المدنيون الأبرياء في غزة هم بحاجة إلى هذا. علينا اليوم أن نحترم القانون الإنساني الدولي، في حين أن إجراء العمليات العسكرية فإنها مسؤولية إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي. علينا أن نتجنب أي خسائر بشرية من الأبرياء في غزة وبالطبع في إسرائيل. وفي الختام سيدي الرئيس، أود أن أعرب عن خالص شكري لتعاونكم ولقيادتكم هنا في مصر وفي المنطقة.